السلام عليكم. يمر العالم اليوم بطفرات علمية وتكنولوجية كبيرة جدا. أنتم متخيلين أن الإنسان يبي يوصل للمريخ؟ أو أنه قاعد يعدل جيناته علشان يغير من شكله ومن جسمه وربما من شخصيته؟ وفي العالم العربي اليوم هناك حراك جميل أدبي ومعرفي، لكن السؤال هو أين الحراك العلمي من هذا كله؟ في برنامج لحظة راح نقدم العلوم والتكنولوجيا للمشاهد بطريقة بسيطة وشيقة، ونأمل أنكم أنتم الشباب العربي أنكم تساهمون في يوم من الأيام في هالحراك المعرفي الجميل اللي يجتاح العالم من شرقه إلى غربه. لما تكتب تغريدة في تويتر أو تنشر صورة في إنستغرام، وين تصير؟ بتقول أكيد تتخزن في قاعدة بيانات، صحيح، لكن بعد ما تتخزن وين تصير؟ يمكن ما خطر على بالك هذا السؤال. الأكيد أن هذه البيانات ما توضع في دولاب ويتسكر عليها ولا تتحول إلى أرشيف. اليوم ما في شيء اسمه أرشيف، كل البيانات الصغيرة صارت تستخدم لغرض ما، وما عادت صغيرة، صارت تسمى البيانات الضخمة Big Data. منذ آلاف السنين والإنسان يحاول أن يدون تفاصيل حياته والأحداث اللي مر بها بطرق مختلفة. مثل شو؟ مثل الرسم على جدران الكهوف ونحت الرموز على الصخور، إلى أن وصل إلى الكتابة. بس أي كتابة؟ أولاً على الورق، والآن في الفضاء الإلكتروني. تذكرون من زمان لما كنا نخزن المعلومات على الفلوبي ديسك عشان ننقلها من كمبيوتر لآخر، وبعدين صرنا نستخدم السي دي، وبعدين الهارد ديسك، وتمينا نتطور في الحياة لما جتنا ذاكرة الفلاش، ليه وصلنا اليوم إلى عصر الكلاود ستورج، أي أنك تخزن معلوماتك في مكان في الإنترنت مثل دروب بوكس، آي كلاود، جوجل درايف وغيرها من المواقع اللي تحولت إلى خزائننا الخاصة، لكنها مش في بيوتنا ولا في هواتفنا، بل في مزرعة ضخمة أو مزارع من الكمبيوترات العملاقة اللي فيها مساحات تخزين هائلة. هذه أعطتنا القدرة للوصول للمعلومة في أي وقت ومن أي مكان، وخلت الشركات أيضا تكون عندها الفرصة لتقرصن حياتنا وتعرفنا أكثر من أهلنا وأصدقائنا. إريك شميدت رئيس جوجل يشرح ظاهرة البيج داتا بطريقة جميلة ومختصرة، يقول أن البشرية منذ فجر التاريخ وحتى عام 2003 أنتجت 5 مليارات جيجا بايت من البيانات على شكل رسومات ووثائق وموسيقى وكتب وغيرها. أما في عام 2011 فتم إنتاج 5 مليارات جيجا بايت من البيانات في يومين فقط. في عام 2013 يتم إنتاج 5 مليارات جيجا بايت كل 10 دقائق. تصوروا. أيضا 90% من البيانات الموجودة اليوم أنتجت خلال آخر عامين فقط. السؤال هو من ينتج كل هذه البيانات؟ قبل ظهور الإنترنت كان الموظفون في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة هم أكثر من ينتج ويخزن ويحلل البيانات، وكانت عبارة عن وثائق ومعاملات مالية وملفات شخصية وأشياء كثيرة أخرى عن الزبائن والبيع والشراء. أما اليوم فمن ينتج معظم البيانات في العالم هم ناس عاديين مثلي ومثلك، الكبار والأطفال على سواء، كلهم يشاركون في هذا التراكم المعلومات الهائل. اليوم كل شخص يحمل هاتف يساهم في تضخيم البيانات ويخليها تتراكم فوق بعضها بطريقة تذهل العقل. اليوم مستخدمي الإنترنت أكثر من 3 مليارات إنسان، في الدقيقة الواحدة يرسلون 200 مليون إيميل، ويغردون كل ساعة في تويتر ب20 مليون تغريدة، ويرفعون في اليوم 100,000 ساعة فيديو على يوتيوب. لو جمعنا هالإنتاج كله خلال ساعة واحدة فقط، بنقدر أن إحنا نملأ 10 مليارات قرص DVD. يعني لو كدسنا هذا كله فوق بعضه بيوصل ارتفاع هالDVDات إلى 90 كيلومتر، مع العلم أن الطائرة لما تسافر من مدينة إلى أخرى فإنها تصل إلى ارتفاع 12 كيلومتر. استخدامنا للإنترنت مش هو فقط اللي ينتج البيانات الضخمة اليوم، بل معظم الآلات والأجهزة من حولنا تنتج بيانات خلال عملها، كأجهزة تحديد المواقع GPS
السيارات والطائرات. فطائرة إيرباص A380 تنتج في كل نصف ساعة في الجو 10 تيرابايت من بيانات، يعني من دبي للندن تنتج بيانات تكفي لملء هارد ديسك ل 140 كمبيوتر شخصي. يا ترى كم من بيانات تنتج كل طائرات العالم في يوم واحد؟ البيانات اليوم تحاصرنا من كل جهة، فهواتفنا تنتج بيانات، كمبيوتراتنا، سياراتنا، ساعاتنا، والأجهزة الرياضية وغيرها وغيرها. فكيف بنتعامل مع هالكمية الهائلة من البيانات وكيف بنستفيد منها؟ من زمان كانت الشركات تخزن بياناتها في قواعد بيانات، لكن في بداية الألفية بدأت الشركات العملاقة مثل جوجل تعاني من تكدس البيانات في كمبيوتراتها. فشو اللي كان يصير؟ كانت عملية استرجاع المعلومة وقت البحث تكون بطيئة. شو سوت جوجل؟ خلنا نقول هالبيانات، قامت جوجل بتقطيع البيانات هذه إلى أجزاء كثيرة وتخزين كل جزء في كمبيوتر مستقل. مثلاً مواصفات سيارة معينة تقسم إلى أجزاء كثيرة، منها بيانات المحرك تلقاها مخزنة في مكان غير عن المكان اللي مخزنة فيه بيانات المظهر الخارجي. أما البيانات عن مواصفات السيارة أو اللي داخل السيارة فتكون أيضاً مخزنة في مكان آخر. لما تدخل أنت وتبحث عن السيارة يقوم النظام بتجميع كل هالمعلومات في أجزاء من الثانية وجمعها وتنسيقها وعرض السيارة كاملة عليك. هذا النظام يسمى هادوب، واليوم معظم المواقع العملاقة في العالم تستخدم هادوب لإدارة بياناتها الخاصة. محلات المواد الغذائية والسوبر ماركت تشهد في اليوم آلاف العمليات الشرائية وتبيع خلالها آلاف البضائع. بسألك، هل تتصور لما تدخل السوبر ماركت وتشتري مشروب غازي والبان وفرشاة أسنان ويمكن بطارية وشوية فواكه، هل تتصور أنك انتهيت من التسوق؟ فكر مرة ثانية. لما تروح السوبر ماركت وتشتري وتخلص وتروح، تعتقد أن العملية الشرائية انتهت؟ لا، خلني أخبرك شو صير بعد ما تروح. كل ما تدفع بالبطاقة الائتمانية تقوم شركات متخصصة بجمع بياناتك وتحليل نمط تسوقك من خلال الفواتير وتكون عنك ملف شخصي عشان تفهم عاداتك أكثر. خذوا محلات وولمارت مثلا، وهي إحدى أكبر سلاسل محلات السوبر ماركت في العالم موجودة في أمريكا. يقدرون يعرفون إذا كانت إحدى الزبائن حامل وفي أي شهر، وإذا كانت عندها مشكلات صحية أم لا، وإذا كان الجنين ذكر أم أنثى، كل ذلك من خلال نمط شرائها فقط. وبالتالي تصلها رسائل وعروض ترويجية لمنتجات تصب في صميم حاجتها، فشو اللي يصير؟ تشتريها مباشرة. هل تعرف أنك لما تنشر صورك أو تكتب رأيك وشعورك عن الجو في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان حار أو بارد أو جميل، هل تتصور أن تقوم بعض البرامج مال الطقس بجمع هذه البيانات من صور وكتابات وفيديوهات منك ومن آلاف الأشخاص حولك، وبعدين تستخدمها في تحليل حالة الطقس في المنطقة اللي أنت فيها وتقارنها بالبيانات اللي توصلها من عدة أجهزة ومجسات؟ بهذه الطريقة صار تحليل الطقس المبني أصلاً على معلومات تجمعها مجسات الحرارة والطائرات والأقمار الصناعية صار أكثر دقة. هناك كميات كبيرة من البيانات الضخمة تنتجها المؤسسات الطبية من مستشفيات وعيادات ومختبرات تحليل عينات الدم والأنسجة، فكل زيارة تقوم بها إلى الطبيب ينتج عنها تقرير طبي ونتائج تحاليل وفحوصات دم وغيرها. كل هالبيانات تروح لبرامج تقوم بتحليلها بدقة متناهية. لكن كيف ممكن أن يستفاد منها؟ بفضل البيانات الضخمة أصبح بإمكان المستشفى اليوم تكوين ملف طبي شامل عن كل مريض من يولد وحتى آخر عمره. وأيضاً بفضل تطور أنظمة إدارة البيانات الضخمة صار من السهل تخزين بل تحليل بيانات المريض بدقة عالية جداً، مثل فئة الدم والحساسية للأدوية وأشياء كثيرة. وهذا اللي مكن فرق الإنقاذ الطبية من إنقاذ حياة بعض المرضى في الحالات الحرجة وفي الطوارئ. هل تقدرون تتصورون أن البيانات الضخمة
ساهمت في علاج مرضى السرطان؟ مجموعة من الأطباء قاموا بجمع البيانات المتعلقة بتحليل أنسجة مأخوذة من العديد من مرضى السرطان وأدخلوها في برامج تحليل وإدارة بيانات ضخمة، والنتيجة كانت أن هذه البرامج استطاعت تحديد 12 علامة دالة على وجود الخلايا السرطانية في الأنسجة. أما الأطباء فما اكتشفوا قبل هالبرامج سوى 9 علامات فقط على وجود السرطان. تخيل لو كنت تقدر تقرأ كل كتاب كتب على مر التاريخ، لو بس تقدر تبحث في كل هذه الكتب بضغطة زر. هذا الأمر لم يعد خيالاً، وقريباً سيكون واقع نتعامل معه كل يوم عن طريق مشاريع تقوم بها مؤسسات تكنولوجية عملاقة مثل جوجل. مشروع مكتبة جوجل هو أضخم مشروع ثقافي معرفي في تاريخ البشرية. منذ عام 2004 تقوم جوجل بتحويل جميع الكتب اللي كتبها الإنسان إلى صيغة إلكترونية، لتشكل بذلك أكبر مكتبة رقمية على الإطلاق. وبحلول عام 2020 تطمح جوجل أن تكون قد أدخلت في مكتبتها حوالي 130 مليون كتاب من مختلف لغات العالم. جوجل ما تقوم بتخزين الكتب فقط، بل تربطها بخدمة تسمى إنغرام. هالخدمة تتيح لك أنك أنت تبحث عن أي مصطلح أو كلمة في أي لغة في مجموعة كتب كثيرة، لكن وين الميزة؟ أنك تقدر تبحث خلال فترات زمنية متفرقة. مثلاً تقدر تعرف متى ظهر مصطلح العولمة globalization، متى طلع لأول مرة، وش كثر هالكلمة استخدمت في الكتب الأمريكية في العشر سنوات الماضية. باستخدام إنغرام تقدر أنك أنت تتعرف على التطور الثقافي والعلمي والاجتماعي للشعوب والمجتمعات. المهم أننا ما عاني من الزحمة، الناس في العالم كلها تعاني من الزحمة، الصبح وإحنا رايحين العمل أو الجامعة أو المدرسة، والمساء وإحنا راجعين. لكن مع تطور استخدام البيانات الضخمة شو اللي يصير؟ يتم تحليل البيانات الصادرة عن الإشارة الضوئية، عن سياراتكم، عن حفلات النقل العام، وعن كل الرسائل اللي تحطونها في السوشيال ميديا عن شعر معين مثلاً أن في زحمة أو في حادث. هذا كله يستخدم اليوم لتحليل وضع المدن وكيف تطور لتكون أفضل. في شيء وايد مهم لازم كلنا ننتبه لليوم، ألا وهو أن نعيش في عصر كل شيء نسويه مسجل، كل تفاصيل حياتنا، شو نشتري، من هم أصدقائنا، متى ننام ومتى نصحو، أي نعم متى نصحو، ما هي أذواقنا في الأفلام والمسلسلات والطعام واللبس والعطور وكل شيء، حتى دقات قلوبنا مسجلة عن طريق برامج الرياضة والساعات الإلكترونية. كل هذه البيانات الهائلة تجمعها شركات مثل جوجل وفيسبوك وتويتر وأبل وشركات كثيرة غيرهم علشان تستخدمها في الترويج للسلع ومنتجات، وربما لاقتراح صداقات جديدة أو لتشكيل أفكار وقناعات جديدة. في عام 2012 تم تغريم إحدى الشركات العملاقة 22.5 مليون دولار لقيامها بتتبع متصفحات سفاري في أجهزة الآيفون. ليش؟ بهدف عرض إعلانات تجارية تعتمد على البيانات اللي جمعتها من عادات تصفح المستخدمين. الأمر اليوم صار أوضح بكثير هالأيام، فمعظم البيانات اللي تجمع يتم توظيفها لتحقيق أهداف كثير من الشركات بدون النظر إلى مصالح الأفراد وخصوصياتهم. بعطيكم مثال، اليوم الواحد منا لما ينزل برنامج شو يسوي؟ ينزله ويقول له موافق بدون ما يقرأ الشروط والأحكام. ليش؟ طبعاً الشروط والأحكام تكون وايد طويلة ومتعبة، فالواحد يقول يلا بقول موافق وبمشي الحال. تعرفون شو اللي يصير؟ اللي يصير هو لما نقول موافق فالشركات تستخدم معلوماتك الخاصة لأبحاثها ودراساتها، وبالتالي تكون خصوصيتك أنت في متناول الآخرين. أكثر شيء مقلق في موضوع البيانات الضخمة هي الخصوصية، ولكن يمكن حتى مفهوم الخصوصية بدأ يتغير. فاليوم مش فقط شكلك، هواياتك وأصدقائك وبصمتك صاروا معروفين، لا، بل حتى أشياء ثانية مثل عاداتك، طموحاتك، مشكلاتك النفسية والجسدية، كل هذا صار تحت المنظار، وكل هذا يحلل على مدار الساعة وبدقة متناهية. والسؤال هو هل هذا الشيء جيد أم سيء؟ ما أعرف بصراحة، ما أعرف، ولكن اللي أعرفه هو أن البيانات الضخمة راح تغير طريقة تعاملنا مع العالم، وربما طريقة تعامل العالم معنا أيضا.
من أول الحجر القديم حجر القديم إلى نهايات المجر سنرى براهين الحقيقة مؤمنين بكل مرة هي لحظة الكشف البعيد بها تنكشف الطلاسم بالعلم ندرك أننا نطوي بداخلنا عوالم والكون رغم تكدس الأسرار يسكن قلب حال الكشف البعيد هي لحظة الكشف البعيد.